احنا الجميع يعلم بان هذه التجربه كانت فيها علاقه متميزه بين حزب العداله والتنميه وبين حزب التقدم المشتركي. حتى يكون بيناتنا اختلاف كندبروه في اطار الوضوح والمسؤوليه والتنازل المشترك، سواء على مستوى الحكومه او مناقشه القوانين في البرلمان او الجماعات او غير ذلك، ولكن دائما الحفاظ على الاساسي ودائما الاحترام المتبادل ودائما استقلاليه القرار ودائما عدم الركوع الى اي جهه اخرى غير الهيئات التقريريه ديال الاحزاب ديالنا دائما، وغنستمروا. قلنا كذلك بان عندنا تحالف اليوم مع من؟ مع الحركه ومع الاحرار. مرحبا. في اطار هذا التوجه، راه قلتها في الكلمه ديالي، في اطار هذا السعي، مرحبا مع الحركه. الحمد لله في وسط هذه الحكومه ما وقع حتى شي ازمه. مع الاحرار مره في هذه الشهور الاخيره، ولكن هذا الشيء مرتبط اساسا باراده ديالهم. اما نحن فاعتقد ان لا مانع، واعتقد ان نفس الموقف عند الاخوان ديال العداله والتنميه، باننا ان نواصل هذه التجربه. بالطبع هنا وكان ذلك موقف العداله والتنميه والاخ عبد الاله بن كيران تتذكرون، وقال هذا الشيء هنا اول ما قاله لما بغى ياسس هذه الحكومه، وقالها لنا لما جينا نشوفوه انذاك اول مره بشكل رسمي، كان مع الرفيق عبد الواحد سهيل، بان الاختيار الاساسي هو ان يصطف الى جانب الكتل الديمقراطيه بالمكونات الثلاثه. هذا الامر وارد، لكن وارد شريطة أن تكون إرادة قوية عند الأحزاب المعنية. احنا بالطبع ما لا يمكن إلا أن نؤكد على ذلك، لأننا ننتمي إلى هذه المنظومة تاريخيا. عسى أنه الجميع يلتزم بالتوجه اللي احنا حملناه. إذا كانوا غاديين في هذا الاتجاه مرحبا. ربما البعض منهم اساسا في حزب الاستقلال، بحال اللي كيقولوا الفرنسيين il souffle le chaud et le froid، عليهم انهم يوضحوا، والاخرين اللي هما الاخوه الاتحاديين اللي عندنا في اليسار قرابه معهم وغير ذلك، لحد الان التوجهات المعلنه ديالهم تسير في اتجاه مغاير. الجميع يعلم بان نمط الاقتراع الجميع يعلم بان نمط الاقتراع اللي مطروح اليوم في الساحه المغربيه واللي ما غيتغيرش، ما كيتيحش هذه الامكانيه دون ان نضر باحد الطرفين او بالطرفين معا. ولكن الاراده واضحه اليوم، وهذا اللقاء اشاره في هذا الاتجاه كذلك، باننا سنذهب متحالفين سياسيا الى الانتخابات المقبله. صافي واضحه، بغيتو تسمعوها هي واضحه.